نار تفرقنا. الطار 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 يا ولدي نار بتحرقنا. هنسيبها ولا نردها مش اي حاجه تخص الصفوانيه. كنت فاكراك هتقول انك هتقتل نصر وليليها. بس يا ده انا خوف عادي يا ابويا، ما خوفنا ده اللي كان مطمع فينا حمدان وابوه. مش مهم العبوديه دي، اتغور في 60 داهيه، المهم حبل المشنقه اللي هيتدفع حول الرجال بتولد. انا ابكي؟ لا لا لا، ليه يبكي؟ ده بيبقى متوكل ان حد هيطبطب عليه. مبروك عليك يا نصرة، بس المهم انك تلحق تتهني باللي خدتيه مني. كانك عارف كل حاجة عنينا، كانك قاعد وسطينا.
سامعنا وشايفنا. مين؟ مين؟ بهي. انت يا بنت بهي، انت يا بنت بهي. خير يا مصالح؟ في هيك فل الشر؟ انت يا بنت اللي بتبلغي اخباري لعمي هارون؟ اخبارك؟ ايوه اخباري، ايوه اخباري. انت يا بلغي اخباري والله العظيم انا ما قلت. والله العظيم يا كتابه، يا كتابه، يا كتابه. يما مش هيك تقعد تموت في يدك. تعال امان يا ستي. يما ايه؟ حسك جايب اخر البلد، في ايه؟ كان ابوك كان صح، ابوك كان صح. في حد في الصلاة بيتجسس علينا، في حد في الصلاة بيتجسس علينا. يلا يا هيب، يلا عشان تاكل. ماليش نفس. قولي سد نفسك. انت شايفه اللي حاصل؟ جدي اللي انقهر لما الحكومه جت ونفذت الحكم بالغصب. وانت اللي زعلك، وما اللي خدوه الشعبنا يبقى ايه في اللي عند جدك؟ اللي عنده بحر مال عمره ما يخلص. يلا علشان تاكل. يلا يا حبيبي. حبيبك؟ ايوه حبيبي، وعمري ما حبيت حد في الدنيا كدك. حبك بورس وثلاثه خرس يا مره يا شايبه يا عايبه. الكلام ده لياني ام لامي. الله، اتاديكي بتجلي السرايا عايزه ترسمي على الواد؟ عيب عيب، ده انت ولدك بقى اطول منك. بدل ما تدوري له على عروسه جايه تحبي لي وتلقاكي بترسمي على جواز. لمي لسانك يا اخلاص. مش لما تلمي نفسك. انا كيف ما خدتش بالك قبل انت؟ خدتي بالك من ايه يا مارا انت؟ ان انت اللي بتبلغي عمي هارون اسراري واسرار حمدان. اتاريكي لابدالي هنا في السرايا ورايحه جاي، وانا اقول لنفسي عايزه مني ايه؟ ايه اللي بتقوليه ده يا مرا يا مجنونه يا خرفانه؟ اني خرفانه؟ اني مجنونه؟ ايوه حضرتك الزنا. بالراحه يا مرات عمي. انا هخليها ولا تسمع الجراده. هتموت في يدك، دي حطرفه. اخلاص، هي اللي عملت فيك كده؟ ضربتني يا ماما، بهدلتني، فرشت على اللي يسوى اللي ما يسواش. تستاهلي، انت اللي بتروحي لهم كل شويه والتانية. انا الحق علي، رحت اتدبر على حمدان بعد ما قبضوا عليه. لا يما، انت ما رحتيش السرايا عشان عم حمدان. خالتي فرحه كلمتني وقالت لي على كل حاجه. قالت لك ايه؟ قالت لي على اللي اسمه هيما، وانك قاعده في السرايا. اكذب اكذب، حتى انا دي ماله راسه عني بكلام. عفش كلكم بتكرهوني، حتى ولادي اللي طلعتوا من الدنيا قصوا علي. يا ورجاني يا ورجاني يا ورجاني. دي مره سو ما يجيش من وراها الخير ابدا. يلا الحمد لله اني قطعت رجليها من السرايا. هيما، زمان المره دي لفت على ابوك لما رجليها حفيت عشان تتجوزوا، ما طلتهوش، ودلوك بتلوف عليك. أنا مش عايل يا مصالح، وعارف مصلحتي زين. صنتي علي يا مرامي. تعال يا فراج، تعال. عايزاكم تسمعوني زين. من الساعة دي لازم عينينا تكون في وسط راسنا، وخصوصي بعد اللي حصل لحمدان وبعد الشعابنا ما رجعوا الصفوانية. محدش يعرف بيدبروا لينا ايه. كلام ايه ده يا مصالح؟ انا اللي هيجرب مني همزعه بسناني. الشعابنا بكرة يتجرأوا علينا، ومش هما وبس، كل البلد. ايه اللي بتقوليه ده يا مصالح؟ مش هفكرك يا هيما إن عمي هارون وصاك علينا. دلوق ملناش حد غيرك. بعد ما حمدان اتسجن وعمي هارون سافر، ما بقيش لينا غيرك. اطمن يا أم صالح، اللي هيجرب منينا يبقى نوى على عمره. انت
ده كان عشمي يا ولدي. والله وجه اليوم اللي بتطلبي مني احميك انت وولدك، والحبل اللي جوزك لفه على دراعاتي لما رماني في الترعه هو ولدك لسه معلم في جدتي. اهلا يا 1300 مرحبا، نورت الدنيا. ده احنا زرنا النبي يا حاج. عليه الصلاه والسلام. يعني خلاص، يعني زراعه وفلاح، اللهم صل على سيدنا محمد. السلام. انا قلت اول فاسد ضرب في الارض بعد ما رجعت لينا هي فاسد. حصلت البركه، حصلت البركه. اتوحشنا الزراعه قوي يا ام حسن. فاكر لساها الزراعه يا بابا؟ ساش ده لو بعد 1500 سنه ما انساش. ماشي معلش، يعني احنا جايبين لقمه صغيره كده على ما جوسهم للرجال. تعب روحك ليه بس يا نصر؟ تعبكم راح على الرجاله. اتفضلوا اتفضلوا يا عم الحاج. اتفضلوا يا رجاله. اتفضلوا الحاجه. اتفضلوا اتفضلوا خش. اتفضلوا اتفضلوا. زرع انت زرعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلوا افتحوا افتحوا يا رجاله. افتح افتح. يلا من هنا وشفا. هم رجاله. هم صلاة النبي يا صلاة النبي، اللهم لك الحمد. كان اللي يعمل حلو هترجع تاني يا ربي، اللهم لك الحمد. جمايلها علينا كمان جابت لنا عفش جديد. لو الواحد بتقول يقعد لها صوابع العشرة شمعة مش هيتأخر عنها. أنا وشيفة رجالة. ما تحرمش منك يا كبير. الله يخليك يا جناب العمدة. راضي يا ريس يوفي؟ المهم تكون أنت راضي يا عمدة. الحمد لله. المرسال جاب الزيارة دي من أبوي. يقول لي خلاص الحكايه كلها مساله وقت. المهم انت حفظت الكلام اللي هتقوله في نيابه اسكندريه؟ وحفظت الرجاله كمان. بس قول لي المحكمه هتاخد بكلامنا بعد ما اعترفنا قدام النيابه؟ شيلش هم، سيب الحكايه دي على ابوي، هو عارف هيعمل ايه. يحيى انت لابس رايح على فين؟ رجع على بيتي. واه هو ده مش بيتك ولا ايه؟ بيتي طبعا، بس يعني امال انا واقفه في المطبخ هديلي ساعتين بطبخ لمين عاد؟ حبيبتي انا مقدر تعبك والله، بس انت عارفه الظروف اللي انا فيه. علشان كده عاوز تسيبني وتروح لمرتك التانية واحنا لسه عرايس. سناء احنا اتفقنا على ايه؟ تقعد وتتعشى معايا يا حبيبي، وبكره عاد تروح مطرح ما انت عاوز،
وتبيت عندي الليلة. ماشي؟ ماشي. يا جدي منور يا جدي، رجعنا الصفانية. اه ايه يما؟ ايه نصبت اوضتي اوضه عم فاضل عشان تبكي تدعي لي. انت تفضلوا قاعدين كده؟ ايه مش هناكل النهارده ولا ايه؟ حالا والوكل يكون جاهز. عم فضلي ناوي يعمل لنا ليله كبيره بمناسبه رجوعنا الصفانية. ليه بس؟ ملوش لزوم، بلاش نولع فيهم اكتر من كده. ايه يما في ايه؟ لساكي خايفه لحد من الصفانية يتعرض لنا ولا ايه؟ بلاش يا ولد نكدهم. احنا نكدهم ونكدهم كمان، ده احنا لو طولنا نولع فيهم بجاج وشك لنولع فيهم. بصراحة عم فضل عنده حق، احنا لازم نعمل ليلة كبيرة كده ونهيص. هي جالت لك امال حبيبة قلبة ايه؟ نهيص نهيص ونفرفش كده. هيص يوم هيص. ايه زغرط زغرط. ايه ارقص ارقص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا يحيى؟ ازيك يا عالي، عاملة ايه؟ الحمد لله. خلصت اللي وراك؟ الحمد لله تمام، ولسه راجع من السفر دلوقتي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. خضتني عليك يا حبيبي، ليه قفل موبايلك كده؟ الشبكة عالية الشبكة، وبعدين أنا ما ببقاش مركز في الموبايل، بيبقى ورايا شغل كتير، أنا ما بعرفش أنام والله. الله يكون في عونك، للدرجة دي؟ وأكتر كمان يا حبيبتي، أصلها قضية كبيرة قوي. الله يعينك، إن شاء الله تكسبها. كله على الله، بس المشكلة يعني إني الفترة اللي جاية دي لازم اسافر لها كتير. ليه؟ مفيش محامين في المكتب يسافروا بدالك؟ مينفعش يا عالي، مينفعش. انا اللي لازم اكون موجود بنفسي. عرفت اخر الاخبار؟ خير يا حبيبتي. امي عملت في اليومين اللي انت غبت فيهم اللي ما كانتش عارفه تعمله قبل سابك. دماغي راسي هتطق من الغيظ. مالك بس يابا؟ مالي؟ لا يا اخويا، مش سمع الطبل والزمر وضرب النار اللي جاي من بيت اللي ما يتسموا؟ ده كل ما بقاش عامل لنا حساب، ده كل بيجي شمطان فينا. معلش يابا، معلش. معلش معلش كيف يا صالح؟ امك عندها حق، الليله اللي عاملها الشعاب ده دي لازم تتطربت في جلوسهم. وقال له يقع منهم كتير واثنين. ايوه يا فراج، ايوه صح، لكن مين يعملها؟ انا يا مصالح. على فين يا فراج؟ اعمل اللي سمعته. اهدى وابعد يا واد عمي. بعد عني يا ما بعد عني. قلت لك ابعد وكن. طب وريني هتوقف لي كيف؟ ولد! بترفعوا الصلاح على بعض قدامي؟ اللي انت بتعمله بس ده يا هيمة. نورت الصفانية يا رجالي. عواد نورت الصفانية يا رجالي. نورت الصفانية. منورة بيك يا عواد. والله زمان انا ما نصدقش عناي، انا بحلم ولا بحلم. لما تاكل من لحم هتعرف انك ما بتحلمش يا عواد. انت اسنانك وقعت وما بقتش بتقدر تمضغ. لا 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 لا، ادوني دلوقتي عيش صحيح وانا فرتكم اسناني. عواد بتعمل ايه هنا وكل الناس؟ لا ما فيش، انا كنت جاي اسلم وماشي ماشي. تتعشوا
وانا نمشي اهو. قلت ايه؟ لا يبقى نتعشى. بتقول ايه؟ نتعشى. قلت لها قول يا اكل الناس عشان حاجه نتعشى. طب حين عجب يا ابو سريع عجب. يلا. حصانة عني. طب وانت قلقان ليه؟ مش راضي اطمنتك؟ مش جاهز الرسالة اللي بعتها الشنة ومعاها عشان تنيمني. ويكونوا بيستنوا لي السكاكين من بكرة. جايز، بس أنا كل حبايبي اللي في المجلس قالوا لي إنهم هيقفوا معاك. ربنا يعدي اليوم ده على خير. لو رفعوا الحصانة عني كل اللي عملته السنين اللي فاتت دي راح، ويمكن كمان نروح معاها. ايه يا حبيبي انت مكبر الحكايه كده ليه؟ فيها ايه يعني لما يرفعوا عنك الحصان؟ هيجرى ايه يعني؟ هيجرى ويجرى ويجرى. ده ممكن يسحب العضويه مني، ساعتها كل كلاب السكك اللي دست عليها برجلي زمان ومن سنين طويله هيطلع من شحورهم ويتجرى علي ويعضوا فيا. واللي كان خايف من سيادة النايب اللي عنده الحصانة هيتجرى عليه، وهتلاقي بكرة ألف بلاغ متقدم ضدي. مش هلاحق على البلاوة اللي هتحط على راسي. معلش يا حبيبي، قوم تعالى نطلع نرتاح وإن شاء الله خير، بكرة هيبقى كله تمام. يلا. أنا مش جاي لي نوم. يلا بقى قوم يا حبيبي يلا. محمود الله يا استاذ يحيى. الف الف مبروك يا عم فاطر. يبارك في عمرك يا استاذ يحيى، يبارك في عمرك. الف مبروك، الف مبروك يا عم فخران، يرجعكم الصفوانيه. الله يبارك فيك يا استاذ يحيى. الف مبروك يا سالم. ازيك يا استاذ يحيى منور. ربنا يخليك. ازيك يا يحيى. ازيك يا احمد عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا خليل؟ بخير يا استاذ يحيى الله يخليك. المرة دي هنا. أحب على يدك، أحب على يدك. الأرض دي مش أرضك لوحدك، ده
خلقت عيالك وعيال عيالك من بعديك انتش حر فيه يا احب على يدك. ارموا المرة دي برا ولا يمين بالله اولع فيها. يا محملين خلقتنا وعزلنا نرحل ولكن لسه ما زلنا. يا محملين خلقتنا وعزلنا نرحل ولكن لسه ما زلنا. سجن التراب واحضن مطارحنا نهار ما بلو شمس ولا ضلة الأرض تحتك بدر ومزلك. مالك ياما سرحانة فيه؟ لا ما فيش شيء بس بقول سبحان مغير الأحوال سبحان الذي يغير ما يتغير. طيب يحيى واد هارون بيه ده يبارك لشعابنا على بيوتهم والارض اللي خدوها من ابوه. اوعى تجيب سيره لحد في السرايا بالحكايه دي. احنا هنا حسن ايه؟ شغلك جيد. احمد تاني. بعدين العمده اتحبس ومش بعيد ربنا يكرمه وياخد اعدامه. هارون بيه ما عادوش في الدنيا خلفه غير ولده يحيى. جاتلي في المنام كابوس كابوس. مين دي؟ سماح؟ كابل صاحبك بيديني في الجنين. النهارده دخلت عليا اوضتي دخلت عليا اوضتي. سلام تشوف يا اما سلام تشوف انت كنت بتحلم. وما بقتش عارفه اتهنى على نوم. اعمل ايه يا صالح؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه يا ربي؟ اعمل ايه؟ صباح الخير. اهلا. واقفك حالك ليه؟ انا خلاص سايباك وسايباكم كلكم ما دام ما طايقنيش. مين قالك ده بس يلا؟ ده كان غصب عني. خالتي فرحه كلمتني وهي اللي قالت لي. كدابه كدابه في اصل وشها. خالتي فرحه عمرها ما تكذب يلا. ده كان زمان بعد ما قعدت وسط الناس دول علموها المكر والكذب. وهي مصلحتها ايه تقول عنيكي حاجه زي دي؟ عشان تكسب ود حماتها قامت قلبت علي ووزتك علي. بس معلش انا مسامحاك مسامحاكم كلكم ربنا يجيب لي حقي. طيب انا اسف حقك عليا ما تزعليش. من زمان يا ولدي ما طبطبتش علي ربنا يرضى عليك. قولي لي يما هو لو اتقدم لك عريس ممكن توافقي تتجوزي؟ لو كان راجل زين ويستاهلني حوافق ليه لا؟ ألف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا صافي. الحمد لله يا أبوي كابوس ونزاح. الظاهر إن الرضوة دي كلها منافع. ايوه قدرت تقنع الشناوي انه يخلي حبايبه في المجلس يرفضوا رفع الحصانه عني. والحمد لله كمان ما غدروش بيا. ما هو الشناوي برضه خاف على نفسه قبلك. ايوه لولاك ده كانت الحكايه قلبت بمصيبه. الحمد لله ربنا ستر وهم افضل المصيبه الثانيه. قصدك حمدان؟ ايوه صافي انا ما بنامش الليل. هو انت يعني هتغلب عشان تخلصوا من القضيه دي؟ المرة دي الحكاية واعرة قوي. سألت المحامي قال لي البراءة مش مضمونة. وهتعمل ايه؟ أنا مش هستنى محامي ولا دياوله. أنا لو اعتمدت على المحامين حمدان هياخد إعدام. طب أنت ناوي تعمل ايه؟ اللي ما يجيش بسكة المحامين يجي بسكة المكر والحيلة. شكلك كده بتخطط لحاجة. سيبيني أتم التخطيط اللي في راسي وبعد كده هقول لك على كل حاجة.
بصوا داي، عارفين ايه داي؟ ايه دي يا ستي؟ داي ملاحة، يعني هنا الملح وهنا الشطة وهنا الفلفل وهنا الكمون. دي حلوة قوي يا ستي. تعنيك هي اللي حلوة يا فاطمة. بقول لك ايه يا ستي؟ قول. جيبيلي بندقية. امال في يدك ده ايه؟ لا ده فرد، انا عاوز بندقية ميري. معلوم، هو في ظابط من غير بندقية ميري؟ على قولك. بس الضفدع ده يا ستي؟ الله، ده زيت قوي. هات افططهولك. فططيه بس هيبوظ عينيك. يا صلاة النبي، انت يعني بتسرعني. احنا عايزين نتفقوا على حاجة. ايه احلى حاجة في الحاجات دي؟ انت احلى حاجة يا ستي. يا عين ستي، اميرة زي اللي خلفتك. بزياداتكم بزياداتكم، انا تعبت منكم. اطلعوا على وجهكم، اطلعوا. جننتوني وجننتوا ستكم. والله ما حد جننا الا انت. سرعت العيل وخلعتيكم. شايفه كيف وسخوا البيت؟ وسخوا يا بنت، هدي وسخه؟ ده ورق ابيض ابيض يا عمشه. انفخي بقى، انفخي انفخي، انا اقوم اسفخ لك. مش جاي لك حسك ده الجعير ده توطيه؟ بلاها منيه؟ جوزك هيطفش منيكي. يما انا هلحق عليه ولا ايه؟ على البيت ولا على الطبيخ ولا على العيال ولا على الوسخ؟ اياك شي يسيبك ويبص لواحده تانيه ويبقى عنده حاجه ومحدش يقدر يلوم. عشان ساعتها كنت بصبز له عينيه التنين وما يشوفش غيري بيهم. احسن احسن، عشان ما يشوفش خلقتك دي تاني. حبيبتي قوم اعملي لي قهوه الله يرضى عنك. عينيا، بس اعملي حسابك ان في ناس من اهل الصفانية عايزين يجابلوكي بالليل. خير اللهم اجعله خير واحسبك يا ليل نهار. اتفضل سيادتك، دي توقيعات الاهالي بخصوص تغيير العمده حمدان. دول حوالي 1000 من اهل الصفانية، كلنا ماضيين وبصمين على الطلب. تهيألي بقى يا فندم دلوقتي مفيش مشكله في مساله تغيير العمده، خصوصا ان متهم في جنايه القتل. ويا ترى بقى العمده الجديد اللي انتوا عايزينه تنطبق عليه اي مواصفات؟ والله يا فندم اهم حاجه يكون شاب ومتعلم، يعني دكتور مهندس محامي، مش هتفرق بقى كتير وقتها. وطبعا يكون حسن السير والسلوك وسمعته كويسه. يا بيه يا بيه، في بلاد كتير حوالين الصفوانيه الامه بتاعتها كلها شباب. كمان يا بيه معاهم مهالات عليا. انا معاكم في الطلب ده، بس انا عايز بقى منكم اسماء لبعض المرشحين تنطبق عليهم المواصفات دي. خلاص يا فندم، نجهز لحضرتك كام اسم. المهم انكم تجيبوا موافقه الاهالي على المرشحين لغايه ما يتغير قانون العموديه ويبقى بالانتخاب. عشان الحكومه دي كلها تيجي الصفانيه. اطمن يا معواد، قوات امن جايه تخلص البلد. خد العسكري ده وروح حط الشوري في البيت اللي هناك على السلاح. يلا اسرع. اهلا يا باشا، اهلا، اتفضلوا. متشكر. انا عواد، عواد صاحب الكافتيريا دي. اهلا بيك يا عم عواد. وانتوا جايين تحرسوا البلد؟ لا، وهنفتش على السلاح كمان. ربنا يخليك يا باشا. طب ما تحطوا لنا كده كام عسكري قدام الكافتيريا. ليه، انت عندك مشاكل ولا؟ لا مفيش مشاكل ولا حاجه، اهو زياده حرص يعني. ما تقلقش يا عم عواد، احنا قريبين منك، وقت ما هتحتاجنا هتلاقينا. ربنا يخليك يا باشا. يلا يا رجاله، عم صارت هارون. اتفضلوا اتفضلوا. شاي هذا وسامه، شاي للبشوات. من غير سكر برضك؟ مشوا يا بو مشوا. جربك عارف ان انا قصر هارون بيه عضو مجلس الشعب، وطبعا عندي حصانه. يعني ما ينفعش تخشوا بيته وتفتشوا على سلاح؟ وطبعا عمي والغفر تحت امر سعادتك واللي تؤمن بيه ننفذوه. والله عندك حق يا شيخ الغفر، بس ده ما يمنعش برضه ان احنا هنحط قوه قدام السرايا. جوه قدام السرايا؟ ليه يا باشا؟ والله ده شغلنا. اسمح لي يا سعاده الباشا، هارون بيه ما محتاجش قوه من الحكومه عشان تحميه. أنا شفتك فين قبل كده؟ تكون فين يا سعادة البيت؟ في المولد. أيوه أيوه، المولد. أنت بقى هيمة، ولو إن شكلك اتغير، لكن أنت ما قلتليش أنت بتعمل إيه هنا؟ والباشا الكبير قال لهم إيه؟ إيه؟ طيب ماشي. لا شايلينك العوزة يا باشا. متشكرين، مع السلامة. خير يا هارون. أهل الصفانية راح وقابلوا مدير الأمن وقدموا طلب لتغيير العمدة. من غير ما يقدموا، طبيعي إنه مديرية الأمن تقيل حمدان، ده متهم بتهمة كبيرة قوي. أيوة، بس يكون الأهالي يتجرأوا
ويطلبوا طلب زي ده يبقى خلاص عيارهم فلت، رجوش يعملوا لي حساب ولا هيبة. انت مكبر الموضوع يا هارون. لا الموضوع مش كبير. انت عارفة اللي حصل ده بسبب الاسمة مصر دي، هي اللي هزت صورتي وسط الصفونية لما خلت الشعبنا يطلبوا أرضهم وبيوتهم غصب عني. يا دي نصرة اللي مش هنخلص منها ومن مشاكلها، ما تشوف لها أي مصيبة تغور فيها بدل وجع الدماغ ده. إن شاء الله.